ومع الدكتور ركان أن يكون هناك تعاون كبير وبناء مع النادي الأكبر في المنطقة من أجل يعني خلق رؤية جديدة للاستثمار الرياضي والمشروعات الرياضية التي تعود على الوطن وعلى الأمة العربية بالخير. له منا جزيل الشكر، شكر جزيل وموصول لحضراتكم. والكلمة الآن للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية وقبل ما نتكلم أدعو حضراتكم إن احنا نقف دي أحداد على أرواح شهدائنا، ربنا يرحمهم رب رحمة الواسعة. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية برحب بحضراتكم وبكل السادة الحضور وكلكم مشرفين النهاردة في يوم اعتقد ان هو يوم ممكن يكون من الايام ان شاء الله السعيدة بالنسبة لي النادي الاهلي وبالنسبة لي جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. في البداية طبعا احنا النهاردة اخر يوم في السنة، فان شاء الله داخلين على سنة جديدة بشكل بإذن الله. يعني كل سنة وانتم طيبين، وببارك لحضراتكم بسنة جديدة، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا وعلى مصر وعلى الأمة العربية كلها بإذن الله. طبعا برحب أخوي الأستاذ ركان الحرسي رئيس مجموعة صلة وممثل مجموعة المستثمرين. النهاردة فات أول شهر في تاريخنا احنا كأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أو على مجلس إدارة الأهلي الجديد، يعني اللي كان ليه الشرف إنه يحصل على ثقة أعضاء النادي اللي عملوا الحقيقة يعني أعظم جمعية عمومية في تاريخ النادي رغم صعوبة يوم الانتخابات. كلنا كنا عارفين هذا الأمر، كان فيه صعوبة كبيرة جدا يوم الانتخابات، وشرفونا بثقتهم. والحقيقة أنا تشرفت جدا بالعدد الكبير اللي كان موجود. الحب الحقيقة اللي أنا شفته ده شيء أنا الحقيقة الموضوع ما أقدرش أوصفه. اللي شفته أنا يوم الانتخابات ده شيء ما أقدرش أوصفه. أنا شفت الستات والرجال الكبار في السن وهم واقفين ساعات، واقفين في طوابير لساعات علشان خاطر النادي الاهلي، عشان يدوا صوتهم في صندوق الانتخابات.
الراجل اللي كان جاي على كرسي متحرك والأمهات اللي شايلين أطفال على كتافهم واقفين لمدة ساعات، ده شيء ما يقدرش يروح من عينيا. والله العظيم أنا كنت قاعد وأنا واقف في الانتخابات كان صعبان عليا الناس، وكنت نفسي أنزل أبوسهم، أبوس راس كل واحد فيهم من اللي أنا شفته. الناس اللي مشيوا 2-3 كيلو للأسف الشديد، علشان إيه؟ عشان خاطر كيان كبير اسمه النادي الأهلي. شفت نجوم كرة ونجوم ألعاب أخرى تحولوا لجماهير وبيهتفوا باسم الأهلي. قد كده النادي ده عظيم، عظيم بأعضائه وبجماهيره وبرموزه وبلعبيه وبرجاله، ولكن الحب بقى والثقة دي بقى مسؤولية كبيرة جدا في رقبتنا كلنا كأعضاء مجلس إدارة، ولازم كلنا نقدرها. وأنا متأكد إن زمايلي مقدرين الكلام ده ومقدرين الثقة دي ومقدرين الكلام اللي أنا كنت بقوله. عشان كده في خلال 30 يوم اللي فاتوا، احنا دلوقتي شهر بس، شهر واحد فقط، خلال 30 يوم دولت كان شغلنا الشاغل احنا يعني نبتدي بتنفيذ خطة العمل اللي وعدنا بيها أثناء الانتخابات، برنامج عائلة الأهلي، العيلة الكبيرة اللي بتضم أعضاء النادي من أول الجد والجدة والأب والأم والأطفال والشباب وأخواتنا وأهالينا وأولادنا من ذوي القدرات الخاصة. العيلة الكبيرة برضو بتضم جميعين، بتضم جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي صنعت اسمه وشعبيته وتاريخه. العيلة الكبيرة برضو بتضم محبي النادي الأهلي كمان برا مصر في الدول العربية والأفريقية وحول العالم. برنامج عائلة الأهلي كان بيخاطب كل دول، بنخاطب كل الناس دي، عشان كلنا عيلة واحدة بيجمعنا كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. في ناس كانت متصورة أو كانت بتتهمنا، خدوها زي ما تاخدوها، إن إحنا مش ممكن ننفذ هذه الوعود، وده شيء يعني طبعا يمكن ما يعرفوش يعني إيه النادي الأهلي. عشان كده أنا عايز أقول إن إحنا، وبأكد تاني، ملتزمين بكل وعد وعدنا بيه الناس ووعدنا بيه أعضاء النادي وجماهيره. مش بس كده، كمان عايز أفكركم إن إحنا قلنا إيه في الانتخابات، في الحملة الانتخابية. عايز أفكركم إيه اللي إحنا قلناه بالنسبة للإنشاءات وبالنسبة لبعض الحاجات اللي إحنا قلنا دي تتنفذ فورا وفي مواعيد محددة. عشان كده اسمحوا لي إن إحنا نشوف مع بعض الفيديو ده أذكركم إحنا قلنا إيه، أو نتذكر جميعا إحنا قلنا إيه. تفضلوا. إحنا موجودين هنا مش علشان شخص ولا عشان مجموعة ولا عشان برنامج انتخابي، احنا موجودين النهاردة لحاجة اكبر من كده، حاجة كبيرة جدا جدا، كيان كبير جدا، هو كيان النادي الاهلي او كيان الاهلي. لازم نبتدي نفكر ازاي يكون هناك في طفرة خدمية وانشائية ورياضية. اللي قبلين عملوا كده واحنا عملنا كده والموجودين بيعملوا كده، وان شاء الله لو ربنا لينا نصيب لازم نحافظ على ده. عشان نوصل بيها ايه؟ نوصل بيها لعائلة الاهلي، جميع الفئات وجميع الناس، نتكلم على الطفل الصغير اللي عنده 2 سنين، الشباب والشابات، للمرأة، لكبار السن، للأبطال، كمان مش ممكن ننسى أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة. عشان كده برنامج بقى بتاعنا احنا سميناه برنامج عائلة الاهلي، لان احنا هنخاطب فيه كل فرد من دول، هيكون في مخاطبه للطفل الصغير لغايه الجد والجده، الاساس تاريخ مبادئ التطوير، عمود رئيس استثمار وموارد مبتكره، عمود رئيس تاني اداره محترفه، ثم بنوصل للخدمات الاجتماعيه، ثم بنوصل للنشاط الرياضي. عشان ايه؟ عشان نوصل لكيان النادي الاهلي، الكيان العظيم اللي احنا كلنا بننتمي ليه، الكيان اللي هو ممكن مش عضو نادي ومش ممكن يعني كل دي العيله بتاعتنا، بس العيله كمان فيها ناس مش موجودين هنا، الناس اللي بتحب النادي الاهلي هم بره مصر،
جمهور النادي الأهلي المحبين للنادي الأهلي في العالم كله، ومحتاج يكون هناك يعني رؤية مختلفة بالنسبة للاستثمار، رؤية مبتكرة. لازم نبتدي فورا في المرحلة الأولى لإنشاء الأهلي إن شاء الله، الأهلي التجمع الخامس. ده هيضر على النادي، ده هيدينا نقلة إن شاء الله، نقلة كبيرة لقدام بإذن الله. لازم مباني النادي الأهلي زي رموز النادي الأهلي كلهم شخصية، شخصية الإنسان الأهلاوي جزء لا يتجزأ من شخصية المبنى الأهلاوي. عشان كده أوري حضركم بعض الصور. ده المبنى الاجتماعي الحالي في الجزيرة، ده كويس قوي. مبنى الاجتماعي الحالي ده ليه ما يبقاش كده؟ مجرد شكل، مجرد روح هو ده اللي احنا بنصبوا ليه. احنا هنبتدي فورا في انشاء مناطق جلوس اضافية بالجزيرة في مكان المدرج القديم اللي هو قايل للسود، تطوير حمام السباحة في مدينة نصر، ده فورا برضه، ده يتنير فورا التطوير ده، حمام السباحة لمدينة نصر انه يكون للأعضاء عشان في منفس تاني للناس هناك. انشاء مناطق اضافية لجلوس برضه مدينة نصر مكدس جدا، ازاي نفكر نعمل دراسة ان احنا ازاي نفكر برضه فورا ان احنا ازاي نوجد اماكن للناس مختلفة شوية يخليهم يكون عندهم متنفس اخر، جراج متعدد الطوابق باذن الله في سنتين ونص. بس متوقف على ايه؟ متوقف على ان احنا ناخد تراخيص. فالنهارده انشاء جراج مؤقت لفرع مدينه نصر لازم، كمان تطوير العيادات بالجزيره ومدينه نصر لازم تتطور. فكرنا ان احنا يكون في منطقه ترفيهيه مغلقه بمشرفين، اهاليهم بقى اللي عاوزين يروح ياكلوا حاجه، عايزين يعملوا رياضه، يطمنوا على اولادهم. عايزين كمان نبتدي فورا في انشاء مبنى اجتماعي بالشيخ زايد، لازم يكون هناك في مبنى اجتماعي فورا. الكلام ده مش محتاج رخصه بقى، الكلام ده موجود، يعني ان شاء الله في خلال 15 شهر ده يكون بيشتغل باذن الله. ان احنا ازاي يكون لينا وسائل نقل لكبار السن. هنا نتكلم عن المنشات الرياضيه الخاصه بالنشاط الرياضي، هو لازم يكون للنشاط الرياضي برضه بعض المنشات الرياضيه. هقول على بعضهم، استكمال تشطيب مدرج كره القدم الجديد بالجزيره يتم الانتهاء منه خلال 12 شهر، ده فورا مش محتاجين منه حاجه. انشاء صاله جمباز مدينه نصر، احنا عندنا صاله جمباز الحمد لله في الجزيره، بس انشاء جمباز الجزيره محتاجه اجهزه متطوره، دي فورا لازم تتم فورا. بعد كده انشاء مجمع ملعب سكواش شيخ زايد، كويس ده محتاجه تراخيص، بس ممكن بعد التراخيص ان شاء الله سنه واحده يتم هذا العمل. انشاء مجمع ملعب سكواش برضه مدينه نصر، ليه الجزيره فيها والشيخ زايد ما فيهوش ومدينه نصر ما فيهوش، لازم التلاتة إن شاء الله يكون فيهم برضو نفس الكلام زي ما قدام حضراتكم كده. إنشاء حمام سباحة تدريب للرياضيين، ده مهم جدا. مدينة نصر عندنا مجمع سباحة عظيم اتعمل في خلال من 2000 ل 2014، مجمع نفخر به جميعا. لكن دلوقتي الكثافة اللي زادت محتاجة كمان إن احنا نوجد مساحة تانية. احنا لقينا المساحة وعارفينها هي فين، بس محتاجين إن احنا نسعى في اصدار تراخيصها. انشاء تراك العاب القوه في مدينه نصر، لازم الحته اللي هناك دي تتطور، الحته الموجوده اللي هناك دي لازم تتطور لانها الحقيقه لا تليق حاليا بالنادي الاهلي. انا بشكر كل انسان اشتغل في الحمله دي معانا او حمله الخطيب وقائمته، بشكرهم لان كل واحد اشتغل بحب، كل واحد اشتغل بقلب، كل واحد اشتغل بانتماء، كل واحد اشتغل صافي، كلهم اشتغلوا بحب يا جماعه. دي بعض الالتزامات اللي وعدنا بيها بخصوص الانشاءات، وان شاء الله زي ما وعدنا الناس هننفذ الكلام ده باذن الله. في ناس كانت بتقول انها احلام ما نقدرش نحققها، وانا عايز اقول صحيح ان برنامج النادي الاهلي، برنامج عائله الاهلي هو فعلا حلم، بس حلم جميل. وزي ما كنت بقول دايما في الاهلي لما تقدر تشوف حلمك وتخطط له كويس وتشتغل عليه كويس تقدر تحققه، ده النادي الاهلي يقدر يعمل الكلام ده. عشان كده مجلس اداره والمكتب التنفيذي في انعقاد مستمر طول الشهر ده، مش عايز اقول لحضراتكم كام جلسه مجلس اداره وكام جلسه مكتب تنفيذي، ده مسؤولياتنا ولازم نعمل كده، وبالذات في الفترة الأولى اللي احنا بنحاول فيها
يعني نشوف الوضع اللي موجود ايه. احنا بندرس الموقف المالي والخطط التنفيذية المستقبلية ان شاء الله عشان نقدر نحقق يعني الاحلام دي وتكون واقع يسعد كل عائلات الاهلي. وزي ما كنت دايما بقول احنا بنبني على ما سبق، بنكمل بعض، جيل بيسلم جيل، من اول مجلس ادارة سنة 1907 وحتى او لغاية النهاردة. الحقيقة بقى حلمنا ما وقفش بس عند يعني البرنامج الاهلي، لا، حلمنا النادي الاهلي يكون عنده مشروع استثماري ينقل النادي الاهلي الى العالمية، مشروع يوفر للنادي الاهلي موارد مالية يقدر بيها يحقق امال وطموحات محبيه من اعضائه وجماهيره. انا النهاردة سعيد جدا، والايام اللي انا يعني الحقيقة فخور بيها جدا، ان اعلن لحضراتكم مشروع القرن للنادي الاهلي، استاد النادي الاهلي. اللي بنهدف الحقيقة من خلاله انه يكون واحد من افضل 10 استادات في العالم، ان ما كانش الافضل. ومش بس استاد، لا، هو استاد رياضي عالمي ومجمع ترفيهي متكامل. انا بشكركم جدا وبترك بقى الاستاذ شريف يكمل. اتفضل يا شريف. شكرا. شكرا جزيلا كابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الكلمة القصيرة والسريعة. أود فقط أن أنوه لحضراتكم أنه بعد كلمة الدكتور ركان الحارثي ستكون لك فرصة لتلقي بعض الأسئلة من الزملاء الصحفيين الموجودين مكتوبة، يعني لضمان فقط الالتزام بالمشهد الحضاري الذي نحن عليه والتوقيت. أرجو من حضراتكم إذا رغب أي من السادة الصحفيين والمراسلين الموجودين أن يوجه للمنصة الكريمة سؤال أن يكتبه ويأتي به إلينا لنطرحه بعد أن يتفضل الدكتور ركان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين لمشروع القرن بإلقاء كلمته التي أدعوها للتفضل بإلقائه الآن. تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأحب أرحب بالحضور والجميع. وأنا اليوم لا أمثل الشركة لكن أمثل مجموعة من المستثمرين اللي حرصوا على الدخول في هذا الاستثمار، وأتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي كرة القدم، اللي حرص كل الحرص على جمعنا جميعا للدخول في هذا الاستثمار. وكما أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلة برئيس النادي الأستاذ الكابتن محمود الخطيب على هذه الدعوة الكريمة. وإذا الكنترول نبدأ نوريكم المشروع. الشركة التي قامت بتصميم المشروع هي شركة بوبولس الإنجليزية، وهي من أعرق المكاتب العالمية الهندسية في تصميم المنشآت الرياضية، حيث صممت أكثر من 60% من المشاريع العملاقة، وكذلك أكبر المشاريع التي نفذتها مشروع استاد ويمبلي في لندن وإمارات ستاديوم أرسنال، والآن مشروع توتنهام وأوتو أرينا، ومشاريع عدة يعني لا يمكن حصرها. كما أنها هي الشركة المسؤولة على وضع الأكريديتيشن أو يسموه الكود البنائي
للملاعب المخصصة للاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لو أخذنا بروسبكتيف مسطح التوزيع، المشروع مكون إلى عدة مناطق، في منطقة متخصصة العلوية للملعب ومرفقاتها، وفي منطقة متخصصة للأكاديمية، أكاديمية النادي الأهلي، وفي منطقة مخصصة لنداء ميدان الرماية، حيث أن لعبة الرماية مشهورة وعليها طلب كبير في مصر، وكذلك في منطقة أخرى اللي هي يسموها الكالتشرال زون والإنترتينمنت زون، متخصصة كمنطقة ترفيهية وثقافية. Next, please. المشروع فكرته انطلقت من معلم من معالم مصر، المنارة زي ما كلكم تعرفوها، وإن شاء الله إنه هذا هو الاستاد، ينبثق من هذا المعلم الأصيل، ولأول مرة في تاريخ التصميم الهندسي في الملاعب الرياضية يتم عمل بناء الفندق والملعب في هيكل واحد. فلهذه هتسمعوا في خلال الحديث أشياء كثيرة لأول مرة. فزي ما قال الكابتن محمود، الهيكل العام هو هيكل مندمج بين الفندق والملعب. هذا منظور آخر يوضح فيه الأكاديمية والملعب والفندق والبوليفارد الخاص بالإنترتينمنت زون. طبعا الدراسات العالمية توضح، وهذه ليس يعني بغريب، بأنه النادي الأهلي، التعداد السكاني للنادي الأهلي الآن، الأندية تقاس بتعداد سكان، فحسب الحسابات الأخيرة يعادل 80 مليون نسمة حول العالم. النادي الأهلي الآن ينظر بمنظور ليس لنادي محلي بل هو نادي عالمي، وحسب الخطة المعمولة بأنه النادي الأهلي في المراحل السنين القادمة يتوجه للعالمية وليس فقط كمحلي. والرقم المهم أنه هو يعتبر النادي رقم 10 عالميا من حيث التعداد السكاني بعد نادي ليفربول. هذا المنظور الداخل الملعب، واللي إن شاء الله تعالى حيكون لأول مرة في الشرق الأوسط، يوضع فيه شاشات LED على داير ما يدور سطح الملعب، وحيكون فيه يخدم عدة فئات من المجتمع. ففي 4 درجات hospitality، وفي 4 درجات يسموها كلاس 1 و 2 3 4. كما روعي في التصميم السي فاليو، والسي فاليو هذا معيار هندسي يتبع لقياس درجة المشاهدة لأرضية الملعب. فبالتالي جميع الكراسي لها أعلى معيار من السي فاليو، وحتشوفوها في السلايد الثاني. فبالنسبة للرؤية والمشاهدة حتكون واضحة لجميع الجماهير. هذا الفالي يدخل على الملعب، هذا مقطع عرضي للملعب يوضح الملعب والفندق. جميع غرف المطلة على الملعب تستطيع مشاهدة المباريات أثناء المباراة، وكذلك يوجد مسارح ودور سينما ومسابح. الملعب أيضا ملعب ذكي، في جميع الأشياء المتطورة من ناحية التكنولوجيا والواي فاي والإي تيكتينج وجميع الأشياء المتعلقة بالكاميرات وحتى الخدمات. هذا منظور داخلي للي يسموه الجنرال ادميشن لاونج او كونكرس، وهذه البريزيدنشال سويت، هذا الجناح الرئاسي
هذا الهوسبيتاليتي اتريوم، وتلاحظوا كمان كيف الانفولفمنت والارتباط حق الرعاه حيكون دائما مستمر، مما يعكس القيمه حتى التجاريه وشركاء النادي بالارتباط مع الجماهير من حيث تقديم الخدمات. هذا الهوسبيتاليتي لاونج في الدور العلوي. هذه الفي اي بي بوكسز. بالنسبه للسويتات، الملعب حيحتوي على عدد 160 سويت، وهذا الرقم لا يوجد في اي ملعب في الشرق الاوسط. لاول مره تم وضع هوسبيتاليتي خاص للجماهير، بحيث انه وضع زجاج وما يحتاج اشخاص وسكيورتي في حاله دخول وخروج اللاعبين، فالجماهير تقدر تحتك باللاعبين من غير اي، وهذه لاول مره طبعا تصير. هذا اللاونج اللي هو 360 سكاي كلوب، هذا في الدور العلوي، سطح دائر الملعب على السطح العلوي، وهذا لاونج مفتوح طوال الايام خلال السنه. ايضا الملعب يحتوي على متحفين، متحف انتراكتيف تكنولوجيا المتطوره والاحداثيات الجديده مع كره القدم، والمتحف الاخر اللي هو يتعلق بالنادي الاهلي وكؤوسه، ومعروف النادي الاهلي عاد كؤوسه اكثر من عمره، فان شاء الله تعالى هذا المتحف حيكون حافل يجمع هذه الاشياء جميعها وحصرها. ايضا سوف يحتوي الملعب على متجر النادي الاهلي، وهذا اكيد حيعكس على القيمه التجاريه لمنتجات النادي الاهلي ومبيعاتها، طبعا تزداد ايام المباريات. هذا اللاونج المتخصص للاعضاء النادي الاهلي، وما شاء الله كما ذكر المقدم الحفل بانه يوجد اكثر من 150 الف عضو. هذا خاص، لو تلاحظوا الجزء السفلي الايمن من البرزنتيشن هو السطح او البينت هاوس في التاور. هذا اللاونج خاص في ميتنج رومز وفي لاونجز للاعضاء. طبعا الفندق ان شاء الله تعالى حيتواجد ان شاء الله اكثر من 100 غرفه في الفندق، وان شاء الله نتفاهم مع الاخوان انه اذا ممكن يتسمى كل غرفه باسم ليجند من ليجندز الاهلي. حيكون في اكبر جيم ان شاء الله مطل على الملعب، مفتوح جميع ايام السنه للاعضاء وللمشتركين في النادي. لاول مره ايضا كما يوجد مسبح علوي معلق يطل على الملعب، فهذه نوع من اللي يرغبوا السباحه والمشاهده. هذا المنظور. الآن حننتقل للإنترتينمنت والكالتشرال سيتي والسينمات. حيكون الأهلي الملعب ليس يوم المباراة فقط، It's a يعني lifestyle، نمط حياة، الناس تروح بشكل يومي، توجد مطاعم، توجد معارف وسينمات ومسارح وسينمات وكل. الآن ننتقل لنادي الرماية، وهذا نادي خاص للنادي الأهلي أولمبي. حيكون في نادي رماية داخلي وخارجي، مغطى وغير مغطى، وحيكون مرتبط أيضا بمطاعم ومتنزهات ولاونجز، وهذا المدخل نادي الرماية.
بخصوص الأكاديمية النادي الأهلي، يوجد أكاديمية داخل أبو غطاء وفي يوجد أكاديمية خارجية. وشكرا لكم. الحقيقة بعد ما شفتم مشروع القرن للنادي الأهلي أنا عايز أقول نقطة مهمة بقى. الأهلوية مش بس في مصر، الأهلوية في كل مكان في الوطن العربي وفي العالم. عشان كده كنت دايما بقول إن عائلة الأهلي هي العيلة الكبيرة اللي بتضمنا كلنا، والحب والدعم اللي شفته من محب الأهلي خارج مصر لا يقل أبدا عن الحب والدعم اللي شفته داخل مصر، بالذات من الأشقاء في السعودية والإمارات. الحب ده لمصر وللنادي الأهلي قبل ما يكون لشخص محمود الخطيب. عايز أحكي لكم قصة. أنا لما أعلنت عن ترشحي لرئاسة الأهلي من 4 شهور جالي اتصال من الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وسألني عايز ايه؟ أنا جاهز. ده بالضبط كان النص. والراجل مشكورا بدأ من ساعتها في رحلة المساعدة في حلم الأهلوية الأكبر استاد الأهلي، وبادر بتجميع مجموعة من المحبين والمستثمرين بجهد شخصي منه، وقاموا أو قاموا بتمويل دراسة المشروع بالكامل، وتم عرض المشروع. عايز بقى حضرتك تقول الموضوع ده اخويا ابا اوضح شيء اذا سمحت لي بس كابتن. المستثمرين يمكن كثير يسالوا، فهم مستثمرين سعوديين واماراتيين ومصريين، فحبيت اوضح هذه مجموعه من المستثمرين. عموما بصراحة أنا سعيد الحقيقة على أتعرف على شخصية محبة وداعمة للنادي الأهلي زي الأستاذ تركي آل الشيخ اللي بيمثل امتداد لمحب النادي الأهلي من أشقائنا في السعودية على مدى السنين. الأستاذ تركي آل الشيخ بيفكرنا في الحقيقة بالأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. الرجل يعني الحقيقه اللي كان محب جدا وداعم جدا للنادي الاهلي لاقصى حد، وقرر وقتها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن صالح سليم انه يعلن عن تنصيب سمو الامير عبد الله الفيصل رئيسا شرفيا للنادي الاهلي. والنهارده الاستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكره القدم ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي بيقوم بمبادره عظيمه وتاريخيه من خلال مجموعة من المستثمرين زي ما قال أخونا ركان، سعوديين إماراتيين مصريين، لدعم تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، دعم تنفيذ البرنامج، ودعم تحقيق حلم الأهلوية اللي هو مشروع القرن للنادي الأهلي، استاد النادي الأهلي ومشروعه الاستثماري. عشان كده الحقيقة يمكن بعد عن قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتنصيب الأستاذ تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. إذا كان في أي أستاذ شريف لو في أي أسئلة بقى للسادة الحضور قولوا لنا عليها.
شكرا جزيلا للدكتور ركان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين لمشروع القرن، والشكر أيضا جزيلا موصول للكابتن محمود الخطيب. عن الحقيقة وصلني مجموعة من الأسئلة، هبدأ بالأستاذ عبد الحكيم أبو علم من الأهرام. سؤال لدكتور ركان، متى بدأ الحديث مع المستثمرين العرب في هذا المشروع ومتى يبدأ التنفيذ، وهل هناك مدة محددة للانتهاء منه؟ حضرتك سمعت السؤال ولا أعيده تاني دكتور ركان؟ دكتور ركان حضرتك سمعت السؤال ولا أعيده تاني على حضرتك؟ لا والله ما سمعت. طيب خليني أعيده تاني. الأستاذ عبد الحكيم أبو علم من الأهرام زميلنا العزيز بيبدأ بيسأل حضرتك، بيقول متى بدأ الحديث مع مجموعة المستثمرين العرب في هذا المشروع، إمتى هيبدأ التنفيذ، والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع؟ المشروع بدأ تقريبا من 45 يوم، وإن شاء الله تعالى إحنا نعرف الرئيس حريص جدا على المشاريع الاستثمارية في مصر، فإحنا إن شاء الله هنبدأ من بكرة، ففقط نحتاج ننتهي من بعض الأشياء ومع الجهات المختصة في تحديد الموقع، وإن شاء الله تعالى فور ما ننتهي سوف نبدأ في المشروع. سؤال أستاذ أحمد زهران من الجمهورية بيسأل، عايز يعرف ما هو الهدف لمجلس إدارة النادي الأهلي، أعتقد سؤال كده موجه للكابتن محمود الخطيب، أن يكون مشروع القرن من خلال مستثمرين عرب، فلسفة يعني. أعتقد شيء طبيعي جدا أن النهار زي ما قلنا في مستثمرين مصريين سعوديين إماراتيين، أعتقد النادي الأهلي وصل لحدود العالم كله، وده الشيء اللي بيخلي كل محب النادي الأهلي في كل مكان تحب أن هي تكون ليها دور في مع النادي الأهلي، فده أعتقد أنه شيء بالعكس نسعد بيه يعني. الأستاذ محمود المخبزي من الأخبار بيسأل، هل هذا المشروع سيكون على مراحل أم أنه مرحلة واحدة سيتم الانتهاء منه أيضا في فترة زمنية معينة؟ دكتور ركان، حيكون على مراحل طبعا، مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن الاستاد الرياضي والفندق ونادي الرماية والأكاديمية، هذه المرحلة الأولى بإذن الله، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الكلتشر والانترتينمنت كوريدور. أستاذ محمود شوقي من مجلة إذاعة وتلفزيون بيسأل حضرتك، عايزين نعرف سعة الاستاد كم متفرج، تكلمنا عن تعداد السكان لكن ما تكلمناش عن عدد المشجعين اللي حضرنا. إن شاء الله قرابة 60,000 متفرج إن شاء الله. عندي سؤال من الأستاذ إبراهيم نصار بيسأل من صوت الرياضة، التمويل هيكون منين وإزاي؟ تمويل المشروع، تمويل زي ما انت عارف مجموعة من المستثمرين اللي تكلمنا عنهم، وان شاء الله انا اقدر اوعدك شيء واحد، انه حيكون اكبر استثمار رياضي في تاريخ مصر ان شاء الله تعالى. طيب دكتور ركان، سؤال اخير، هل تم عرض هذا المشروع ضمن مشروعات استثمارية اخرى على السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي؟ بكل تأكيد سعادة الرئيس حريص جدا على الاستثمارات في مصر، وخصوصا الاستثمارات المتعلقة بشباب القطاع والرياضة. سؤالنا من العزيز إيهاب الفوري المصري اليوم بيسأل، المواقع المقترحة كابتن محمود لإقامة المشروع، المواقع المقترحة لإقامة المشروع؟ برضو حسيب الأستاذ ركان عشان هو النهاردة كان لف على كذا حاجة. الآن بصدد بحث الأرض المحددة مع الجهات المختصة، وإن شاء الله سوف يعلن في وقته إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بأسرع. طيب الحقيقة إنه تقديرا للدور اللي بيلعبه الدكتور أو بيقوم به الدكتور ركان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين، فهناك هدية تذكارية من النادي الأهلي يقدمها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي للدكتور ركان، تقديرا وإعلانا وتأكيدا. الزملاء المراسلين والصحفيين اللي بنعتز بيهم، هيكون في فرصة لو حضراتكم عايزين تجروا بعض اللقاءات في مكان معد في الخارج، اتفضل يا كابتن.
ولا انا ولا ركان نقدر نشيل البتاع. نقول له احنا عجزنا خلاص يعني. للصوره بس طيب يا كابتن وبعدين شيل في الختام دايما بنقول يعني تحيا مصر وستبقى مصر قوية عزيزة بأشقائها العرب وبالنادي الأهلي العظيم. شكرا جزيلا لحضراتكم ودائما أخواتكم. سنة طيبين ونشكر حضوركم وإن شاء الله سنة سعيدة علينا وعلى مصرنا وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. شكرا.